دعوى رقم 367 لسنة 2014 جنايات أول أسيوط، والمقيدة برقم 53 لسنة 2014 كل جنوب أسيوط. النيابة العامة قدمت في هذه الدعوة 101 متهم. تبدأ المتهم الأول جلال عبد الصادق محمد، وتنتهي بالمتهم 101 أحمد علي الأستاذ وبدر نور محمد مصطفى والناوي محمد ناوي محمد وشهرة خالد ناوي وعبد الرحمن فوزي عرف وعبد الحميد أحمد عبد الحميد عبد العالي ومحمود زين العابدين محمد أحمد وعبد الناصر مصطفى أبو العلا ومحمد محمود مصطفى أحمد وإبراهيم عادل أبو زيد. تعالى هاتوا برا شوفوا يطلعوا سوا أو ما شوفوش في آخر القفص من جوه أبو نضارة أو اللي جنبه ده. محمود زين العابدين محمد أحمد وعبد الناصر مصطفى أبو العلا ومحمد محمود مصطفى أحمد وإبراهيم عادل أبو زيد وعلي خلف علي أحمد ومحمد جمعة قطب محمود وعبد الرحمن سيد سعد قطب وعصام جمعة قطب محمود ومحمد عبد الله أحمد حسين وأحمد عبد الفضيل مغربي حسن وإسلام سيد مصطفى سيد وحمزة محسن عبد الرحمن صالح ومصطفى محمد أحمد المسلمان ومحمد مصطفى أحمد زهران ومحمد بدر حسنين محمد ومحمد عاطف عطية مرك وعبد الرحمن محمد يونس وهشام خميس حسن محمد وحسام رمضان عبد الحافظ شهيد وخميس كمال عبد اللطيف أحمد وأحمد عبد العظيم محمد حسن وأحمد خلف سعد الدين السيد وحامد حسن ناصر علي ومحمد رفعت عبد العظيم عبد الله ومصطفى صافي محمد هريد ومحمود فوزي سويت إبراهيم وأحمد سلطان حسن محمد ومحمد يوسف محمد يوسف وحسن عبد السلام محمد حمودة وأيمن إبراهيم أمين محمد وتامر سمير محمد فاضل وأحمد محمد صالح سليم وشهرته أحمد صالح مما أسند إليهم وبمصادرة المضبوطات.